أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاءً اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. وبما أن فيسبوك قد حجبني بالكامل، أرجوكم أن تنشروا هذا الشريط على صفحاتكم ومجموعاتكم في الفيسبوك. شكرا مسبقا. وصلتني قبل يومين رسالة معنونة رسالة من شاب فلسطيني. رسالة من شاب فلسطيني: رأيت أن أقرأها لكم في هذا الشريط، وقبل ذلك طلبت إذن كاتبها. كتبت له: أخي الفاضل، شكرا على رسالتك الكريمة، هل تقبل أن أسجل رسالتك دون ذكر اسمك في قناتك في قناتي حتى نرى ردود الفعل عليها؟ نهارك سعيد. وقد رد علي هذا الشاب بما يلي: لا مانع لدي، ويشرفني أن أرى ردك أيضا ورأيك فيما قلت على قناتك. تحياتي لك ولكل فكر حر. وأضاف في رسالة أخرى: أنا لا أمانع من ذكر اسمي، لا أخشى شيء ولا أحد في رأيي، بالعكس يسعدني ذكر اسمي في رسالتي. أعطاني اسمه ولكني لن أذكره حرصا على سلامته. فالأيام غدارة ولا أحد يدري كيف تسير الأمور، لذلك لن أذكر اسمه حفاظا على سلامته. وبعد ذكر اسمه أضاف: أنا فلسطيني من قرية بيت جبريل حيث سأعود. أنا فلسطيني من قرية بيت جبريل حيث سأعود. يمكنكم أن تبحثوا في الإنترنت عن بيت جبرين في فلسطين لتروا ما هي هذه القرية. بيت جبرين في فلسطين. بعد هذه المقدمة القصيرة أريد أن أبحث لكم حالا عن بيت جبرين حتى تعلموا ما هي هذه القرية. بيت جبرين، أبحث لكم ذلك من خلال الإنترنت. هنا أمامي موقع أكاديميا، يقول الموقع: بيت جبرين كانت قرية عربية فلسطينية تقع على بعد 21 كيلومتر شمال غرب مدينة الخليل. بلغت مساحتها الإجمالية نحو 56 ألف دنم، أي ما يعادل 56 كيلومتر مربع. ويذكر المقال أن هنا أنا عندي هذه قرية يظهر عليها عريقة. هنا يقول
في حرب 1948 عندما دخلت القوات المصرية فلسطين المراحل الأولى من الحرب، أعطيت الكتيبة الأولى في الجيش المصري الأوامر لكي تتخذ مواقع لها في بيت جبرين لوقوعها على خطوط الجبل الفاصلة بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية، وكان ذلك في النصف الثاني من 1948. وورد في صحيفة نيويورك تايمز في أوائل مايو أن ألفا من سكان يافا نزحوا إلى منطقة الخليل، وسكن الكثير منهم الكهوف التاريخية لبيت جبرين. في أكتوبر 1948 قام جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية يواف، والتي اختلفت كثيرا عن عملياته السابقة من 3 أشهر مضت. تم تجهيز الجيش بطائرات ومدفعيات ودبابات. وفي 15 و16 أكتوبر شن جيش الدفاع الإسرائيلي هجمات شملها قصف عنيف على عدد من البلدات والقرى بما فيها بيت جبرين. في 23 هنا يضيف المقال أن بسبب هذا الحرب فر سكانها خوفا وذعرا. لن أطيل عليكم، إذن أنتم يمكنكم الاطلاع على المزيد عن أخبار هذه القرية. إذن هذا الشاب يقول بأنه من قرية بيت جبريل حيث سأعود. لا أعرف حقيقة أين موجود هذا الشخص اليوم وما هو مصيره، ولكن أريد أن أقرأ لكم ما جاء في رسالته. يقول الشاب الفلسطيني الذي لن أذكر اسمه حرصا على سلامته: فالأيام غدارة. يقول إذن الأخ الفلسطيني إلى أخي الكبير سامي الذيب: اسمح لي أن أحييك أولا وأشكرك على مشاركتك لنا علمك وفكرك على الإنترنت. ثانيا، أتمنى أن تعذرني على الأخطاء الإملائية والنحوية في رسالتي، فأنا لست معتاد على الكتابة ولكني معتاد على القراءة. أرسل لك هذه الرسالة وهي بمثابة عتاب، مثل ما كان أجدادنا يتغنون وينشدون العتاب في قراهم ويتذاكرون حنينهم للأرض وللأقارب والأحباب، ويربطوه بمشاعرهم ووجدانهم وبوجودهم. أما بعد أن فرغت من هذه المقدمة اللطيفة، أخبرك أني أعاتبك على موقفك من إسرائيل، لأني أرى موقف، اسمح لي بالكلمة، رجعيا إلى حد ما، وفيه مواسمة هلامية مع هذا الكيان. في البداية أحب أن أقول أنه يجب على كل فلسطيني أن يعي بوضوح، لم يعادي هذا الكيان، وأن يتبنى منهج واضح المعالم نحو التحرير الكامل لأرضه من كل محتل. وإن لم يعي الفلسطيني ذلك، يتحول العداء إلى عداء عفوي شعوري بلا منهج مقاوم ثوري، وقد يربطه بدين أو بثقافة، وينتهي بعنصرية أو حتى فاشية. تنقلب هذه العنصرية على أبناء جلدته وعليه نفسه، فيجلد نفسه عند كل خطأ يراه في قومه، ويصبح صاحب فكر مثالي. إما كل شيء أو لا شيء، وضعها بين قوسين. فعند منطق كل شيء يتخبط في دقائق التفاصيل حول المقاومة والصراع والتحركات الشعبية حتى الملل، ويخلق عالما مستقبليا مثاليا
لما بعد التحرير، وعالمه هذا موجود في مخيلته فقط، ولا يرى سبيل للوصول له من دون انتقاد كل التفاصيل في أسلوب ونهج وتحركات المقاومين حوله من إخوته. بالنهاية ينسلخ عن الواقع ويعيش بفقاعة لوحده، ولا يشارك التحركات الشعبية العفوية منها والمنظمة، لأنه يضع نفسه فوقها ولا يعجبه شيء. أما عند منطق لا شيء يصبح مستسلم لا شعوريا، فينتكس ويفسد فيخون، يخون قضيته نفسها بعد انتكاسته وفساده، فيعادي شعبه وأخاه. وهنا أتذكر ما قاله جان بول سارتر، فيلسوف فرنسي، أن الأخ الذي يشهر السكين على أخيه يحسب أنه يهدم تهديما نهائيا تلك الصورة الكريهة لفسادها المشترك. يضيف الشاب الفلسطيني: إسرائيل هي، أو ربما هو، كيان احتلال فاشي. نحن لا نعتقد ذلك، بل نعلم ذلك. هذا الكيان استمد أفكاره من الصهيونية، وهي فكر فاشي ديني. ووضع بين قوسين ما يلي: الفاشية بالأصل مرتبطة بالاستبداد الديني، وانبثقت عنها كظاهرة وفكر. والصهيونية ما هي إلا تطبيق آخر لهذه الفاشية، مثل الفاشية النازية. هذا الكيان الصهيوني أتى بهدف واضح، وهو احتلال فلسطين وفرض هيمنته على شعبها. لذا إن أي محاولة لقلب هذا الصراع بين محتل صهيوني فاشي وشعب مقاوم إلى صراع ديني ما هو إلا ضرب من ضروب الرجعية من طرف الشعب المقاوم، وما هي إلا ضرب من ضروب التغليف بهدف التضليل والتمرير من طرف المحتل الفاشي. وقد وقع بهذا الفخ الكثير من شعبنا، وهذا فخ لا مخرج منه إلا بخسارة. وأضاف بين قوسين: وأنا أشبه هذا الفخ المخادع بالقنبلة الصغيرة التي تنفجر فلا تؤذي أحدا، أو تؤذي عدد صغير فقط، أو تؤذي عدد صغير فقط، وعندما يتجمع الناس لمساعدة المتأذين تنفجر القنبلة الكبيرة التي هي بانتظارهم فتقتل أضعاف أضعاف. يكمل الشاب الفلسطيني بما يلي: الفلسطيني لا يحتاج إلى القرآن أو اللاهوت ليعلم أن فلسطين وطنه دائما. الفلسطيني لا يحتاج إلى كتاب خرافي يذكر له على لسان إله ما أنه أعطاه هذه الأرض. أكرر هذه الجملة حتى توضح للمستمعين: الفلسطيني لا يحتاج إلى القرآن أو اللاهوت ليعلم أن فلسطين وطنه دائما. الفلسطيني لا يحتاج إلى كتاب خرافي يذكر له على لسان إله ما أنه أعطاه هذه الأرض. الفلسطيني يعلم أن هذه الأرض له، ولا يحتاج خرافات دينية لاهوتية كانت أم غيره ليثبت ادعاءه. ادعاه مثبت بملكيته للأرض وهويته التي تشكلت من هذه الأرض، وشكلت عليه وعيه ونظرته لنفسه وللعالم من حوله. ولكن المحتل هو من يحتاج ولو لقصاصة ورق ليدعي أن هذه الأرض له. المحتل يحتاج إلى أي شيء ليوطد احتلاله لفلسطين. المحتل هو من يعتمد على الخرافات والميتافيزيكا والعنصرية الفاشية ومنطق القوة والإرهاب ليحتل ويبطش ويقتل ويضحك على الشعب المقاوم. لذا القضية هي صراع بين محتل وشعب، وأن أي محاولة لإذابة هذا الصراع وتجاوزه من قبل الفلسطينيين هي إما رجعية
لأنهم لم يعوا واقع قضيتهم بعد، أو أقولها بصراحة هي خيانة. ويكمل: كيف لنا أن نساوي بين من أتى من قارات وبلدان أخرى وتجمع عندنا وحمل السلاح ضدنا وارتكب مجازر ليرهبنا ويطردنا ويقتلنا حتى يمحي وجودنا؟ كيف نساوي بين هذا وبين شعب فلسطين الذي كان يعيش في غياهب التخلف والفقر والدين الشعبي البسيط، وكان مجتمع بنسبة كبيرة زراعي، وله مدنه وقراه وهويته المميزة وثقافته الخاصة المسالمة؟ كيف تريد حلا يجمع بين هذا وذاك؟ كيف نساوي بين أصحاب أيديولوجية فاشية حاملين ثقافة عنصرية حقيرة ومتأثرين بميتافيزيقيا استبدادية ومرضى بأمراض استعلائية، ويبررون كل ممارساتهم الفاشية، وبين شعب أعزل خرج لتوه من احتلال عثماني إلى احتلال بريطاني، وكان لديه طبقة برجوازية وليدة، وكان يعمل معظم الشعب بالزراعة والأعمال اليدوية، وكان الجهل هو السائد فيهم، ويخطو أولى خطواته إلى المجتمع المددي المتحضر؟ كيف أقترح حلول تصالحية بين محتل وشعب على أساس ديني، وكأن الدين هو محور هذا الصراع؟ دولة موحدة، قانون موحد، قوانين موحدة، جيش موحد، أي توحيد بين محتل فاشي وشعب مقاوم هذا؟ أي توحيد بين أجيال خسرت أرضها وقراها ومدنها وأرض أجدادها، وأجيال سرقت أراضي شعب بأكمله، سرقوا وطن واستعبدوا شعب وزوروا تاريخه واستغلوا ألمه، واليوم تقترح دولة موحدة بشروط هلامية تحاول إرضاء القاتل والمقتول على حد سواء؟ ما هذه الطباوية المضحكة؟ إذن هذه الفقرة التي قرأتها لكم هو عتابه لي، ويظهر أنه يعاتبني لأني أطالب بإقامة دولة واحدة. ويكمل الشاب الفلسطيني كما يلي: لذا أقول الوعي هو السبيل إلى الخلاص. وعي الواقع والظروف الحالية ووعي الصراع القائم، والوعي هو الذي سيساعدنا على تجاوز الاستبداد الديني بين أطياف شعبنا، وجعله دين رفوف عليا كانت أمس سفلى، ولكن يبقى على الرف حتى ربما يتلاشى عندما تنضج البشرية. ومن ثم يأتي تحديد المنهج، منهج قائم على نظرية مقاومة تعتمد على ملاقاة العنف بالعنف وممارسة هذا العنف المنظم، العنف المنظم حتى يتعاظم هذا العنف المنظم وتتضح الجبهة الشعبية ومقاتليها الأحرار، فتتساوى القوة المتضادة، قوة الشعب المقاوم وقوة المحتل الغاشم، ويحدث التحول الكيفي ويصبح الأواخر هم الأوائل. إن الاحتلال لا يفهم لغة الحوار، لا يفهم أن تعطيه موعظة أخلاقية وتخبره بلا إنسانيته وعنصريته وتبين له مدى قبحه. إن جلادك لن يتوقف عن جلدك إن أخبرته أنك تتألم بكل مرة جلدك فيها. إن جلادك يتوقف فقط عندما تحرر نفسك وتخنقه بصوته حتى تسمع حشرجة حلقه ترن في أذنك، عندها فقط يصبح الأواخر هم الأوائل. فلنفرق بين المحتل الفاشي وشعبنا العظيم. وأخيرا أكرر: لا حل إلا بالعنف المنظم والمقاومة حتى التحرير. هذا ما كتبه إذن الشاب الذي كتب لي،
أكرر هذه الجملة، فلنفرق بين المحتل الفاشي وشعبنا العظيم. وأخيرا أكرر، لا حل إلا بالعنف المنظم والمقاومة حتى التحرير، مقاومة حرة وطنية ثورية. أما طفولة البشرية وعن الدين لا علاقة مباشرة لها بالصراع، ولكنها استغلت كما استغل كل شيء لتحقيق مصالح. وفي النهاية أكرر مقولة ناجي العلي: يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، و364 يوم للتآمر على الشعب الفلسطيني. فلنحذر من المتآمرين ومن المتضامنين أحيانا. أكرر هذه الفقرة الأخيرة، يقول الشاب: فلنفرق بين المحتل الفاشي وشعبنا العظيم. وأخيرا أكرر: لا حل إلا بالعنف المنظم والمقاومة حتى التحرير، مقاومة حرة وطنية ثورية. أما طفولة البشرية وعن الدين لا علاقة مباشرة لها بالصراع، ولكنها استغلت كما استغل كل شيء لتحقيق مصالح. وفي النهاية أقرر مقولة ناجي العلي: يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، و364 يوم للتآمر على الشعب الفلسطيني. فلنحذر من المتآمرين ومن المتضامنين أحيانا. أريد أن أغلق الشباك لأن هناك ضجيج خارج البيت. انتظروني ثانية واحدة. آمل أن يكون الضجيج أقل. إذن هذا مضمون الرسالة التي بعثها لي شاب، عنوانها رسالة من شاب فلسطيني، تتضم عتابا لي. وإن فهمت جيدا عتبه، هو مطالبتي بإقامة دولة واحدة في فلسطين، ويرى أن الحل الوحيد في رأيه، وهذا ما ذكره في آخر فقرة له، يكررها: فلنفرق بين المحتل الفاشي وشعبنا العظيم. وأخيرا أكرر: لا حل إلا بالعنف المنظم والمقاومة حتى التحرير، مقاومة حرة وطنية ثورية. لا أريد أن أضيف على هذا الكلام إلا شيء واحد: أنا لا أعرف أين يوجد هذا الشاب الفلسطيني، هل هو في داخل فلسطين أم خارجها. مهما يكن فهو أخ كريم، وأقبل عتبه ووضحت موقفي بخصوص القضية الفلسطينية في كثير من الأشرطة. هناك 10 أشرطة بالعربية وبالفرنسية حول القضية الفلسطينية ورؤيتي لها. أنا من دعاة الدولة الواحدة، دولة يتساوى فيها الجميع، وضد أي تمييز على أساس الدين، إن كان من طرف إسرائيل أو من طرف الدولة الفلسطينية الحالية. أرفض مبدأ الإسلام دين الدولة،
وأرفض مبدأ اليهودية دين الدولة. هذه الأرض كان يسكنها سابقا وثنيون، تحول منهم جزء إلى اليهودية، ومنهم من تحول بعد ذلك إلى المسيحية ثم للإسلام، واليوم يتحول منهم إلى الإلحاد. هم نفس الشعب، لا نريد أن نفرق بين الناس على أساس الدين. لا أحد منا اختار دينه، لا اليهودي ولا المسيحي ولا المسلم. كلنا فرض علينا ديانة آبائنا، ولا أرى سبب لعمل دستور أو قوانين تميز بين الناس على أساس الدين. بطبيعة الحال أنا ضد الاحتلال، ضد احتلال إسرائيل لفلسطين. القضية الفلسطينية زاد عمرها على 70 سنة، ويمكن أن نحلها في أقل من 7 دقائق. كيف أن يجلس الجميع حول دائرة، حول مائدة، ويوقع على وثيقة أن يعتبر بعضهم بعضا أخوة، لا فرق بينهم على أساس الدين. الدين لله والوطن للجميع، وحذف جميع القوانين التي تميز بين الناس على أساس الدين. الآن في فلسطين بطبيعة الحال جاء يهود من بولندا، من أوكرانيا، من سويسرا، من فرنسا، من روسيا، وما زالوا يأتون. وتم تدمير 81% من قرى فلسطين وتشريد أهلها، من بينها قرية صاحبنا الشاب الفلسطيني من بيت جبرين. هذه جريمة ويجب أن نجد حلها. أنا أطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم إن أرادوا ذلك. لا يمكن لي أن أقول لليهودي الموجود حالياً من 1948 ارجعوا إلى الدول التي أتيت منها، فكثير منهم ولدوا في فلسطين. وفي نفس الوقت لا يمكن أن أحرم الفلسطيني الذي طرد من أرضه من الرجوع إلى بلده. ما هي الوسيلة لتحقيق ذلك؟ قبول مبدأ المساواة بين الناس، أن نترك جانبا العامل الديني، إما من جهة اليهود أو من جهة المسلمين أو حتى المسيحيين أو الدروز أو السامريين أو حتى الملحدين، أن نعتبر هذه البلد بلد للجميع. لا نريد أن نمحو ظلما بظلم آخر. العنف لن يؤدي إلى أي حل، لا من طرف إسرائيل ولا من طرف فلسطينيين. هذا الصراع هو قتل بين الأخوة، نريد حلا سلميا يضمن المساواة بين الجميع. هذا يتطلب من دولة إسرائيل أن تلغي مادة اليهودية دين الدولة،
وطلب من الفلسطينيين إلغاء المادة التي تقول إسلام دين الدولة، وعمل قوانين موحدة تعامل الجميع بنفس الحقوق، تفرض عليهم نفس الواجبات في جميع المجالات بما فيها الأحوال الشخصية. عمل قانون أحوال شخصية موحد، وحذف جميع المحاكم الطائفية. يجب أن يتخلى كل من اليهودي والمسلم عن فكرة الإسلام دين الدولة أو اليهودية دين الدولة، ويجب أن يحل محل ذلك فكرة أن الدين لله والوطن للجميع. إسرائيل لجأت إلى العنف ولكن لم تجد السلام، وحتى إن اختفت إسرائيل من الخارطة إذا لم يتبنى الفلسطينيون مبدأ المساواة فلن يكون هناك سلام في المنطقة. ما هو الحل إذن؟ هل هو العنف هو الحل؟ هل عنف إسرائيل سوف يؤدي بها إلى سلام؟ لا. هل العنف من جانب الفلسطينيين سوف يؤدي ذلك للسلام؟ لا. الحل الوحيد هو العقلنا. هل عقلنا الاعتراف بالمادة الأولى والثانية من وثيقة حقوق الإنسان التي توازي بين الجميع، تعاملهم مبدأ المساواة. طبيعة الحال الوضع الآن مؤلم للكثيرين. إسرائيل باحتلالها الأرض وإقامة المستعمرات وكبت الفلسطينيين تخلق سلاسل لنفسها. كما يقول المثل الفلسطيني، من يأكل عظام لا ينام، من يمارس الظلم لن يعيش بسلام. أنا أبقى على موقفي أن نقيم دولة واحدة مع حقوق متساوية للجميع، حق اللاجئين بالرجوع وإعادة بناء قراهم التي دمرها الاحتلال الصهيوني. أدعو صديقي الفلسطيني أن يستمع لأشرطة العشرة التي حللت فيها الوضع في فلسطين ووضحت فيها موقفي. لا أظن أن هذا وقت للتخوين، يجب أن نتكاتف لكي نجد حلا. العنف لن يؤدي للسلام لا لليهود ولا للفلسطينيين. الرجوع للعقل هو الحل الوحيد. بطبيعة الحال إذا لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا اليهود ولا الفلسطينيين عايزين يرجعوا للعقلنا، سوف يكون هناك فقط سلام المقابر. كان هذا هدفهم فهذا شأنهم، أما أنا فدوري هو أن أسمعهم ما هو رأيي في الموضوع. هنا النار وهنا ماء، ضع يدك فيما تريد. والطبيب غير مجبر لكي يفرض حله على الآخرين، ولا يمكنه ذلك. هو يقترح العلاج ولذوي العاهات
أن يقبلوا أو يرفضوا بهذا الحل، ولكل الحق في الانتحار، فإن أراد اليهود أن ينتحروا بتمسكهم بمبادئهم العنصرية فليذهبوا للجحيم، وإن الفلسطينيين يريدون أن يتمسكوا، يعني الفلسطينيين المسلمين تمسكوا بمبدأ الإسلام دين الدولة، ويريدون أن يفرضوا هذه الفكرة، فهذا لن يؤدي بهم إلى سلام وتعايش. أكرر، لا اليهود اختار دينه، ولا المسيح اختار دينه، ولا المسلم اختار دينه، كل منهم فرض عليه دين أجداده. الحرب الحالية في فلسطين هي حرب بين أخوة، الحرب في فلسطين اليوم هي حرب بين أخوة. المطلوب ليس العنف، ولكن الرجوع للعقل، للعقل. لا أريد أن أطيل عليكم، أدعو صديقي الفلسطيني أن يستمع لأشرطتي حول القضية الفلسطينية، عملت 10 أشرطة بالفرنسي ونفسها بالعربية. أرجو أن أكون قد علقت بما فيه الكفاية على ما كتبه الشاب الفلسطيني، وأرجو من جميع المشاهدين أن يبدو رأيهم بما كتبه الأخ الفلسطيني. وللأخ الفلسطيني أيضا أن يعلق على ما أقوله، إما تحت هذا الشريط أو يكتب لي مجددا، وأنا على استعداد لكي أنشر ما يكتبه لي، وإن أراد أن يحاورني بالصوت والصورة دون أن يعرض نفسه للخطر فأنا كذلك مستعد لذلك. فهو أخ كريم. أنهي هذه المداخلة، أرجو من جميع المشاهدين أن يبدوا رأيهم في التعليقات، أن يوزعوا هذا الشريط على صفحاتهم في قنوات التواصل الاجتماعي، خاصة أن فيسبوك حجبني بالتمام، وأظن أن سبب حجبي هو انتقادي اللاذع لإسرائيل وللسياسة الغربية في أوكرانيا. أتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا، وأشكر الأخ الفلسطيني على رسالته وعلى سماحه لي بنشر مضمونها في هذا الشريط، وقد علقت عليها بناء على طلبه. شكرا أخي الفلسطيني، وأتمنى لك ولجميع المشاهدين نهارا سعيدا. مع السلامة.